صباح الخير رميان، واللي عم يشوف الفيديو المساء مساء الخير. مثل ما شفتوا بعضكم بجوز شاف على الانستغرام ستوري انه حطيت صورة انه كاتبين الساعة 7 و8 و9 ضباب كثيف وفي انخفاض بالغيوم. ربطت الموبايل الساعة 6 وجهزت حالي، طلعت على امل انه شوف شي حلو، رح امشي بهالمكان، بجوز روح على اماكن تانية كمان. انا ما بعدت كتير عن البيت، تقريبا سواقت نص ساعة بالبسكليت، ف يعني متأمل لاقي شي حلو. يعني انا الضباب بالنسبة الي ما بروحه اذا كان في ضباب، لانه مناظر بتكون روعة. فهو هلأ في شوي ضباب اذا مبين، خليكم معنا. هاي اول صورة عجبتني، واحد بيجي دائما وبيجرب واحيانا تزبط احيانا لا. هلا في شغلة حابب احكي عنها، انه شو سر الضباب؟ ليش العالم بيحبوا او المصورين، بجوز مصورين الطبيعة 90% منهم اذا مو كلهم بيحبوا الضباب. فالشي الحلو غير هذا خلينا نقول عليه الغموض، هيك الاماكن البعيدة، هيك انه الاماكن البعيدة بتصير بتختفي، لسه هلأ كمان الضباب لازم يقوى اكتر. غير هاي الشغلة، شغلة تانية حلوة هي الألوان. أنا هذا المكان لو إجي وقف فيه نفسه وتكون الدنيا ظهر أو بجوز بس مجرد غيم، إنه ما يكون في ضباب، نفس هالحالة هاي، بس ما يكون في ضباب تكون مغيمة، بجوز ما لاقي، ما يجذبني، ما أحس إنه أنا جعبالي طلع الكاميرا وصور. فسبحان الله الألوان بتكون بسبب إنه الضوء بيكون كتير كتير ناعم وكتير، يعني بيقولوا عليه سوفت لايت، انه الضوء بيكون هيك كتير ناعم وبيخلي الالوان تكون حلوة، وهيك ما في بيكون اماكن فيها ظلال قوية. فسبحان الله هذا الشيء كتير كتير العين ترتاح له وبيعطي جمالية، بس الضوء سبحان الله بيعطي سحر، بيعطي رونق غير. شوف اذا الصورة عجبتني، ورح ضل هلأ عم غير الاماكن. بجوز اذا شايفين الجسر اللي بعيد هداك، بدي روح على الجسر قطع واجي على الطرف الثاني لهون، هون تقريبا بدي جرب قرب لهون وارجع صور نفس المكان، بجوز تطلع الصورة احلى. هون النهر هيك مختفي بعد الكوع، عند الكوع مختفي، فبجوز يكون من هنيك احلى اذا ما كان الجسر مبين. غيرنا الخطة وانا ماشي بدي اقطع للطرف الثاني، لفتت نظري هي السائلة الصغيرة، صوتها حلو. بدي احاول مثل هلا مالي عامل بالفيديو تمام، احتمال هيك او هيك خليها هي على نقطة قوة، بجوز هيك. انا حاسة الصورة رح تطلع حلوة، حاسة الصورة حلوة، لا جربها ونشوف شو بيطلع معنا.
هاي هي الصورة المبدئية مثل ما لكم شايفين. هلا هي مو واضحة كتير بسبب انه من على شاشة الكاميرا، وكمان تصوير موبايل تصوير الفيديو. ف يعني مبدئيا هاي هي طالع حركة المي صاير شوي جامدة او مو جامدة، ملسة انا بقول عليها، بقول حركة المي هيك مثل الكريمة. ف الطريقة اللي انا بتبعها بالتصوير طبعا انا متعلمها من على اليوتيوب فعليا، ف هي كتير مهمة فعلا. انا لما طبقتها كتير استفدت، خاصة بهيك حالات لما يكون شبه لسه مو كتير ضوء قوي، فبدك تمنع الكاميرا من اي رجة ممكن تصير. فطبعا اول شي حاطة على حامل، شي بديهي. تاني شي لما بدي صور معيرة انا 5 او 10 ثواني، يمكن 5 ثواني، بحيث لما بعد ايدي عنها تكون خلصت الرجة اللي سببتها ايدي. ف بس اكبس زر في تعيير 10 ثواني او 5 ثواني، بكافي 5 ثواني. ثانيتين ممكن يكون لسه في، انا احتياط بخليها 5 او 10، 5 كافي. ف وكمان في شي جوات الكاميرا اسمه انه لما يرتفع الغالق لفوق، لما يرتفع الغالق بده يصور الصورة، كمان هي الرفعة هيك الغالق، سرعة الغالق ممكن، او اذا بده يطلع لفوق ويضل مثلا ثانية، هي الحركة ممكن كمان تسبب رجة خفيفة بالكاميرا. حتى هي الرجة كمان لأتفاداها في شغلة اسمها، للأمانة نسيت اسمها بالانجليزي، تعالوا نشوفها سوا، نشوفها سوا. عندي اياها هي D10، الدي 10 هي اكسبوجر ديلي مود، تمام ديلي انه بيعمل تاخير شوي للغالق. فشوفوا شلون انا حيصير هلا، حاكبس هذا الزر، بعد ايدي، رح تعدي الكاميرا 5 ثواني. طبعا الصوت صعب تسمعوه انتو لانه كتير نايس، بس تسمعوه لما تفعلوها هي الخاصية، بتسمعوا انه الغالق ارتفع وقف شوي وبعدين نزل، فانه بينطر بحيث انه الصورة تكون ما فيها اي رجة. فمتأمل تكون هي الصورة حلوة، انا حاسة من شاشة الكاميرا حاسة حلوة للامانة، بس كالعادة انا محي صور كتير. انتو هلأ بتشوفوه وانا هلأ رح حط دغري بالفيديو، رح تشوفوه قبلي. هذا كان الفيديو لليوم اللي وصل لهون، شكرا جدا جزيلا على صبرك على سألتي، وإذا عجبكم الفيديو حطوا لايك، وإذا حابين تشوفوا فيديوهات جاية اعملوا لي سبسكرايب. رح أرجع على البيت وشوف الصور وإن شاء الله يعجبني شيء، ما أمحيهم كلهم مثل العادة. لا بس الصورة اللي عند النبعة هذيك هيك، النبعة الصغيرة عجبتني، الأولانية ما بتوقع، ما بعرف بشوف. يلا سلام.